انطلق موسم الصيد في خليج السويس والبحر الأحمر بعد انتهاء فترة التوقف الموسمية اللي كانت بتهدف للحفاظ على الزريعة السمكية وبتضمن تجدد المخزون السمكي في هذه المنطقة. الموسم الجديد شهد مشاركة كبيرة جدا من الصيادين هناك، خرج حوالي 78 مركب صيد في أول أيام هذا الموسم في خليج السويس، وده الأمر اللي عكس أهمية قطاع هذا القطاع الكثير من العاملين فيه. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر حول هذا الموسم وأهميته بالنسبة للصيادين من الأستاذ بكري أبو الحسن، نقيب الصيادين بمحافظة السويس. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية يعني خلينا في البداية نتعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين، مدة توقف الصيد دي كانت قد إيه تقريبا، وإيه الأسباب لتوقف موسم الصيد؟ صباح الخير يا فندم، كل سنة وانتم طيبين وشعب مصر طيب كله. بمناسبة افتتاح موسم الصيد في البحر الأحمر، كانت مدة توقف الصيد لمدة 4 شهور، وطبعا المدة دي احنا بنسميها الراحة البيولوجية للمسطح المائي، على أساس ان هو ندي فرصة للأسماك الكبيرة اللي هي الأمهات تلقي بما في بطونها من البيض، على أساس يعني يكبر السمك والزريعة تكبر وتنتج لنا أسماك اقتصادية صالحة للاستهلاك الآدمي. طبعا لما نيجي نتكلم على موسم الصيد، احنا عندنا فعلا 78 مركب جر بحيث الجر داخل خليج السويس، علاوة على حوالي ما يقرب من 245 فلوكة صغيرة، علاوة على حوالي 90 لانش صيد صنار. كل هذه العائمات تعمل في بداية موسم الصيد اللي هو بدأ فعلا منذ أسبوع تقريبا. لما نيجي نتكلم على ثروتنا السمكية، طبعا ثروتنا السمكية ده شيء غالي جدا لينا، فالدولة بتحافظ على هذه الثروة بأن هي بتصدر قرارات منع الصيد على أساس أن في هذه الفترة لا يجوز لأي عائمة أو لأي صياد أو لأي كائن من كان النزول في المسطح المائي ومزاولة الصيد حفاظا على الزريعة السمكية. طيب أستاذ بكري، يعني إحنا كلنا عارفين سمك السويس ودايما بنروح يعني نجيبه مخصوص، ولكن عايز أعرف الفرق بين المطروح في السوق المحلي والمخزون اللي بيجهز للتصدير، أبرز الأسماك اللي بتبقى موجودة هنا وهنا إيه؟ عندنا حضرتك بالنسبه لحرفة الجر دي طبعا بتبدا ب يعني اسماك اولها طبعا الجمبري. الجمبري السويسي ده معروف طبعا للجميع ان هو من اجود الاصناف بالنسبه لانواع الجمبري، والمربى بتاعه مربى طبيعي جدا وممتاز جدا. ايضا المكرونه اللي هي طبعا في بعض المحافظات اخرى بيسموها المكرونة، لكن احنا عندنا في السويس بنسميها الحارت، وهذه السمكة سمكة تعتبر لذيذة جدا. وفي طبعا البربوني، البربوني برضو سمكة ممتازة جدا متميزة جدا، وأسماك أخرى كثيرة من حرفة الجر. حرفة الجر حرفة قاعية، بمعنى هي أن المراكب بتشتغل بتجر في قاع البحر لإنتاج هذه الحرفة، بخلاف حرف أخرى زي الشنشلة والصنار. الشنشلة حرفة يعني سطحية، تلاقي حضرتك المراكب تعمل في البحر على السطح عبارة عن إضاءة، بنسميها حرفة النور. في يوم 20 في الشهر العربي نلاقي أن المراكب الشنشلة تشتغل، يعني دي حرفة أخرى بخلاف حرفة الجر، تشتغل لمدة 20 يوم. هذه الحرفة بتصطاد الأسماك العائمة اللي هي زي السردينة والموزة والكسكومري وشك الزور، كل هذه الأسماك أسماك ممتازة جدا. طيب يا فندم، يعني خلال فترة التوقف إيه التجهيزات والاستعدادات اللي بيتم اتخاذها أو اتباعها لاستقبال موسم الصيد في خليج السويس والبحر الأحمر؟ يعني إن كانت حتى تجهيزات المراكب أو المراكب الكبيرة أو حتى المراكب الصغيرة. بالضبط حضرتك يا فندم، أولا هناك تجهيزات سنوية
يتم اتخاذها والعمل بها قبل بداية الموسم من كل عام. بتبدأ مراكب الصيد وأصحاب المراكب الاستعداد لهذا الموسم، إن هم بيطوروا مراكبهم، وبتبقى في خلال فترة منع الصيد اللي هي الأربع شهور المراكب بتطلع على الأزقات اللي هي ورش الإصلاح، على أساس إن هو يتم تجهيز المركب وتأهيلها للعمل في بداية الموسم الجديد. أيضا بتحمل هذه المراكب الزوادة من أكل ومن بعض المشروبات يعني اللي هي بتحتاجها أطقم تلك المراكب. أيضا هناك الغزلات، يتم ترقيع الغزلات أو غزلات جديدة اللي هي الشباك، على أساس إن هو يبدأ موسم جديد. ما ينفعش يبدأ موسم جديد بشباك مستهلكة، لازم إن هو يبقى أسماك لازم يبقى فيها شباك جديدة. أيضا بالنسبة للفلايك نفس النظام، بالنسبة للنشات الصنار التي تعمل بالشباك في البحر والصنار، وأسماك الصنار ديت طبعا ولنشات الصنار بتنتج الأسماك الكبيرة الممتازة اللي احنا بنسميها ممتازة، زي الشعور والبنقز والزرابين والخمخم والشركس، كل هذه أسماك ممتازة جدا. كل هذه العائمات صحيح. بتنتج لمصر الأسماك الجيدة صحيح. لتفي بقى طبعا باحتياجات المواطن المصري أي. وفي خلال هذه الفترة بتزداد الإنتاجية السمكية في البحار. صحيح، شكرا لك سيد بكري أبو الحسن نقيب الصيادين في محافظة السويس، بالتأكيد في جهود كبيرة جدا بتستعد ليها المحافظة من أجل استعداد للموسم الجديد في الصيد.